السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شكرا للكلام الطيب اللي تخليه لي دائما في الفيديوهات، شكرا كثيرا كثيرا. هنا في هذا الفيديو غادي نشارك معكم، كانوا طلب مني طلبوا مني كيف كندير باش تكون مثلا الدجاجه يكون عندها الكتاكيت، غادي دير كتاكيت فباش ما يتخلطش البيض، يمشيو عندها دوك الدجاجه يكونوا متوالفين يديروا البيض، فمن بعد خاصنا نديروا لها واحد بوحدها. هي ها هما كنا نسدو عليها بوحدها ونخليو الاخرين يخرجوا ونعطيو لهم الاكل بعيد على هادي باش ما يدخلش داك البيض، باش ما يدخلش داك البيض اللي كيديروه الدجاجات، لان متوالفين ديجا هنايا، هي توالفت فقط. اذا فهو صوبنا ليها بوحدها، فين غادي دير الدجاج الفلالس بوحدها، درنا لهم شويه الماء شويه الاكل وسدينا عليها في واحد الصندوق، وهكذا خاصنا هي نسدو عليها، لان هذيك الدجاجه متوالفه غادي تمشي دير البيض تما، تقدر انها تطلع معاها دير داك البيض وهي الفلالس راهم عاد باش يتفقصوا. اذا فهداك البيض باش ما يضيعش، باش يكون نفس البيض، فمن الاحسن يعني البيض يكون مزيان وهذيك البيض ديالها. فهي درنا لهم هذوك ولكن ما متوالفين، متوالفين فين هي دارت، متوالفين فين هي راها تما جالسه. فاذا فمن بعد غادي نوريكم كله باش ما يدخلش البيض، هي ديروها بوحدها وهما عاود نديروهم بوحدهم دوك الدجاجات، باش ما يمشوش عندها متوالفين تما يديروا البيض، باش ما يمشوش عندها باش ما يضيعوش داك، يعني باش ما يدخلش البيض ما نعرفوش صافي، وغادي نوريكم في الفيديو. اذا هما نخرجوهم بوحدهم، وهذيك الدجاجه نخليوها بوحدها بلا ما دير البيض، ما نقدرش نقول لك واش 22 يوم ولا وصافي، هذيك هي ونخليوهم عاود صافي نفتحوا عليها نديروا لها واحد صندوق بوحدو كما شفتوا. ها هو هنايا ما لقاتش فين غادي تبيض، لقات كلشي مسدود، اذا فدارت البيضه هنايا الدجاجه. فهكذا بعدا هذيك البيضه ما غاديش تخلط مع داك الفلالس، مع داك البيض اللي غادي يتفقس منه الكتاكيت، باش تكون مزيانه. يعني باش تمشي تجيبي واحد البيض ماشي مزيان، على شنو غادي ديري به؟ الاحسن هكذاك بوحدها، ولو انها مهم الدور هي فين غادي تدير البيض،
ولكن حنا غادي نبين لكم. ملي كنت درت لها غادي نوري لكم هنايا مثلا، صافي سديت عليها. هيا هنايا هو هنايا سديت عليها بوحدها، هما خليتهم خرجوا برا. غادي نوري لكم، ها هي سديت عليها. وكل صباح كنمشي تما عندها مثلا، كيكونوا الدجاج معاها ينعسوا حتى هما، لان حنايا عندنا كانوا ياكلوا لنا الدجاج في الليل، ما عرفناش واش الثعلب ولا ما عرفتش. اذا فسدينا عليهم واحد البلاص كله. سمحوا لي على المشهد هنايا، المشاهد ما شويه صافي، ولكن سمحوا لي لان الدجاجه هكذا. فكنا هكذا تبلع عليها تسدي عليها، لان الدجاج ما يتخلطش مع عندها غير واحد البلاص وصافي. فباش ما يدخلش داك البيض يمشيو عندها الدجاج، فولا بد نسدو عليها. ها هي، لان مين يجيو هي نفتح عليها، وهما يخرجوا صافي نخرجهم ونخلي لها تما شويه الماء، شويه هذاك الحبوب اللي تاكل. ومن بعد صافي غادي نفتح عليها ونسد عليها الباب. ها هو هنا كنت درت لهم، ولكن ما بغاوش يمشيو تما، بغاو يمشيو هنا فين كاينه الدجاجه. وهنا فين كاين الدجاجه ما بغيناش، لان غادي يتخلط البيض ما نعرفوش انا هو. فلهذا ولا بد من نجيو نخرج، من نجيو باش يدخلوا تما باش ينعسوا في الليل، اذا نسدوا عليها كما شفتوا هنايا. ها هو نبينوا هنايا سديت عليها، ولكن النهار غير بينتو صافي لكم هنايا، لان كانوا طلبوا مني. ها هي، اذا فمن بعد غادي نخرجوا الدجاج مثلا في الصباح، اذا فنفتحوا عليها باش حتى هي يمكن انها تبغي تمشي تاكل، وما غاديش تمشي لها دغيا الاخرى، تمشي تبقى لها في ديك البلاصه نتاع هذاك البيض نتاع الكتاكيت، وتولد عليهم دير البيض ويضيع، ما نعرفوش انا هو اللي مزيان اللي ماشي مزيان، باش ما يتخالطش. هذيك هي، والاخرين يمشيو يدبروا من ديك الجهه، عندهم واحد الجهه من تما نديروا لهم فين عاود. ها هي فتحت عليها، خليت الدجاج يخرج، غادي نوريه لكم هكذا باش يبقى البيض ما يختلطش مزيان. ها هي هنا غادي نسد عليها، يعني خرجت صافي في الصباح وخليت لها شويه الماء شويه الحبوب باش تاكل الا بغات، ونسد الباب. صافي سديتها، وفي الليل نبلع نسد هذيك الباب اللي راه تما فيها اللي راكم تشوفوا، ونخلي الدجاج يدخلوا عاود باش نعسوا في الليل، والصباح نخرجهم عاود. ها هما في الصباح خرجتهم وخليتها هي بوحدها، وهذيك الباب اللي كانت مسدوده عليها نفتحها باش الا تاكل ولا تشرب، وهما نخليهم مطلوقين صافي. ها هما وهكذا باش ما يضيعش البيض وصافي. وشكرا للمشاهده، سلام.